عندك تشققات وقشف كتير في رجليكي، كمان عندك خشونة شديدة جدا في رجليكي، كعوب رجليكي، عندك غمقان سواد في بطن الرجل وكمان في وش الرجل. بجد وصفة جميلة جدا، هتشيل معاكي وهتفور كل الغمقان والسواد وهتشيل كل التشققات، كمان هتطهر وتعقم رجليكي وهتخلي رجليكي بيضة زي القشطة. جربوا الوصفة هتعجبكم جدا، لايك وشير وما تنسيش السبسكرايب وفعل الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. اول حاجة هاخد معايا هنا معلقتين مليانين من الملح، تمام؟ الملح من الحاجات المطهره والمعقمه وبتزيل التشققات والقشف وكمان الخطوط بتاعه الصابون. لو انت بتلبسي صابون كتير بتلبسي شبشب فبيعمل علامات على الرجل من فوق، فده بيشيله كله. يعني بصراحه من الحاجات الحلوه قوي الملح في الوصفه دي، وغير كده كمان بيعمل سكراب خفيف جدا جدا او مقشر خفيف للرجل، حلو قوي. هنا هضيف معلقتين كمان من السكر، حبيباته بتبقى اطخن شويه، بيشيل كل التشققات وكمان بيشيل طبقه كبيره جدا من اي جلد ميت، حلو قوي. وهبدا ان انا اقلب السكر مع الملح، ممكن اعمل كميه كبيره واحطها في علبه واستخدمها للرجل فقط، حلو قوي. تمام، وهبدا ان انا اقلبهم بقى كويس قوي كده مع بعض لحد ما ادخل السكر في الملح. هضيف عليها معلقه من الكربونات الصودا او الصوديوم، ده حلو قوي، فكرته عامل زي الكوره الفواره او الباديكير اللي هو المكعبات الباديكير الفواره للرجل، هي نفس الفكره بالظبط، فكره الباديكير الفوار او الكوره الفواره اللي هي بتاعه البانيو، بجد نفس الفكره جدا يعني. فهنا انا بحاول ان انا اقلبهم كويس واطحنهم كده مع بعضهم. هنا بقى بصوا عايزه اوريكم حاجه، شايفين حبيبات السكراب مخلط مع بعضه خشن، بيشيل كل الجلد الميت، بيشيل كل البقع اللي بتبقى في سطح الجلد، كمان بيشيل كل التشققات والقشف، بيفور كل الغمقان اللي بتبقى في كعوب الرجل. بجد حلوه قوي اول وصفه دي، جربوها هتعجبكم. هنا خلاص انا حطيت عليها الكربونات والملح والسكر، تمام كده، ده اللي احنا حطيناه. هنا هعصر عليها نص ليمونه، ده بيبيض الغمقان وكمان من الحاجات الحلوه قوي او الكعوب الرجل للبنات اللي هي عندها مشاكل قوي في كعوب رجليها، في بطن رجليها، بتلبس صباغات وشباشب كتير، الحاجات دي كلها بتعمل تشققات. وكمان على فكره معظم الصباغات والشباشب من الحاجات اللي فعلا 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 بتعمل خشونه للرجل وتشققات وما بتخليش الرجل ناعمه، فلازم دايما لما تروحي البيت تغسلي رجليك كويس جدا يوميا، وتبدأي ان انت تكوني مرطباها كويس. الاسكراب ده بعمله مرتين في الاسبوع، شايفين ريحته عاملة ليمون، بصوا بصوا النعومة، عامل زي الفوار بالظبط اللي هي كور الفوارة بالظبط، شايفين عاملة بهدل الدنيا مش عارفة ليه، بصوا زي الرمل كده. لسه انا كل ده ما حطيتش اي سوائل، انا بس بوريك الخطوه. هنا انا ممكن اشيل الخطوه دي كده في علبه وابدا ان انا استخدم منها، باخد معلقتين معلقتين في طبق خارجي وابدا احط المكونات اللي هحطها. لو انا هستخدمها كلها زي ما انا هعمل كده دلوقتي، ببدا ان انا استخدمها ازاي. على فكره اقدر اعمل دي كمان، الوصفه دي حلوه قوي 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 للناس اللي عندها جلد وزه من غير ما احط حاجه على كده، ان انا هبدا ان انا استخدم كده واحط عليها بس معلقه من العسل الابيض كبيره، واستخدمها للجلد الوزه، للظهر، للركب، للكوع، عندك مثلا غمقان منطقه الاندر ارم، منطقه البكيني، تحفه جدا. اللي هي الوصفه على كده، وابدا احط بس عليها معلقه عسل ابيض مليانه او معلقه من الزبادي مليانه، وابدا اقلب واستخدمها، بجد خطيره للجسم. لو انا بقى هستخدمها لرجلي هبدا ان انا احط عليها دلوقتي المكونات بتاعتي، اي نوع شاور جل عندي، اي شامبو، اي بلسم المتاح. يعني عندك غسول الاستحمام اللي هو بتاخدي بيه شاور ماشي، عندك شامبو ماشي، عندك بلسم ماشي، المتاح عندك. انا هنا هبدا اخد، ادي معلقه، اتنين، تلاته، اربعه، هقلب الاول ولو احتجت تاني هاخد.
عشان انا مش عايزاها تبقى سايله، انا عايزه احس بالحبيبات بتاعه المكونات اللي احنا حاطينها عشان يعمل لي سكراب ويبدا يشتغل كده على تشققات الرجل وبطن الرجل. بصوا هضيف بس عليها معلقه صغنونه جدا من زيت الزيتون، حاجه بسيطه عشان بس الترطيب، لان الملح هيشد البشره، فاحنا عايزين يبقى فيه ترطيب ويلين لي الرجل شويه ما تبقاش مشدوده. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا بس اضيف كمان رشه بسيطه من الكركم. ما تخافيش زي ما قلت لك وبقول لك كل مره، مش هيطبع على الجسم او الرجل. احنا الوصفه دي زي ما قلنا عاملينها للرجل، طالما انا حاطه فيها شاور جل او بلسم او شامبو. لو انا هستخدمها لجسمي ممكن احط رشه من الكركم، ممكن احط رشه من القهوه، ومعلقه عسل او معلقه زبادي، واستخدمها للجسم عادي جدا. للناس اللي عندها بقى غمقان تحت القبضتين، منطقه البيكيني، منطقه الاندر ارم، منطقه ركب كوع، تبقى حلوه قوي. ولو عندك جلد الوزه للرجل دي تحفه. هنا بقى بصوا بعد ما خلطتها كل اللي انا هعمله، انا هجربها معاكم برده ثواني. بصوا انا هنا عايزه اوريكي الحبيبات، بصوا الجمال. سامعين انتوا الخشونه بتاعت الملح والحاجات اللي احنا حاطينها؟ بصوا شايفين، بصوا اعملي رجلك كلها من فوق لتحتيها بالشكل اللي انت شايفاه ده، حركات دائريه زي ما انت شايفه كده. شايفين شايفين، انا طبعا هنا غسلت ايديا اهو اللي كنت بدهن بيها عشان اوريك ان الكركم ما طبعش على ايدي خالص. تمام كده. هنا بقى بجيب معايا اي نوع كيس بلاستيك عندي او كيس سندوتشات، وببدا ادخل رجليا والبس فوقيها شراب بالشكل ده، وهتلبسي فوقيها شراب. تمام، شراب كده تلبسيه لمده ساعه بالشكل ده. سيبيها ساعه، سيبيها نص ساعة، على قد ما تقدري، على قد ما تقدري النتيجة هتبقى فلة معاكي. أنا هنا مثلا بسيبها نص ساعة على إيديا ورجليا بسيبها ساعة. تمام؟ ساعة بقى وأفتح كده عليها الكيس، بلاقي كل المكونات اللي أنا حطيتها اتشربها الجلد، وكمان ابتدت كل الجلد اللي هو الميت وقع، وكمان التشققات والأشف. بجد حلوة جدا. وببدأ إن أنا أعمل قبل ما أغسلها كمان مرة من الحركات الدائرية عشان لو في أي حاجة أنزلها بالشكل ده. وبعد كده ببدا ان انا اغسل ايدي، هغسلها عشان اوريكم ان الكركم مش ظاهر اهو بميتها، لسه الكركم مش واضح خالص اهو. اهو الايد التانية اهي مفيش كركم خالص، عشان الناس اللي بتخاف من ان الكركم يطبع على الجسم. ده كركم اكل اللي انا حطاه على فكرة عادي جدا وبستخدمه، وفوائده رهيبة للتصبغات وللتشققات وللتفتيح ولأي بقع بيفتحها. بجد حلوة قوي قوي قوي. البقع دي بس من الكالونا كنت مركباها اهي، فهي لسه ما راحتش طبعا لان لسه بستخدم بقى الماسكات عشان تبدا تروح. دي طبعا مهريه انا من الكالونا، يلا الحمد لله. فبجد جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. باي باي.